الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله الرحمن الرحيم، اليوم موضوعنا بإذن الله الكريم هو تتم المواضيع الحلقات السابقة عن رمضان الكريم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم كما كنا هضرنا على التغذية وعلى التمرين، اليوم نهضروا على المكملات الغذائية في رمضان. شنو هما المكملات الغذائية اللي الواحد خاصو ياخذو سوى مود يعني كيتريني قديم او جديد او سيد اللي ما كيترينيش كاع كيكون في الدار؟ بالنسبه لهذه الحلقه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم نهضروا على الناس كلها العامه، عاد نهضروا على الناس اللي كيترينو وسيرتو في رياضه كمال الاجسام او الفيزيك. بالنسبه للمكملات الغذائيه الاساسيه اللي خاص اي واحد ياخذهم سيرتو في رمضان، اللي هما هاد جوج الحوايج. اول حاجه الملتي فيتامين او الفيتامينات، علاش؟ لان كيكون عندنا حنا في رمضان نقص بالنسبه للتغذيه ديالنا بالنسبه للفيتامينات، سيرتو انه في رمضان كان الواحد كيمشي كيتباع شحال من حاجه، سيرتو هذوك الشهيوات اللي كنديروا حنا في رمضان في المغرب كيكونوا بعيد عليهم الفيتامينات، ما كيكونش فيهم فيتامينات، يعني كنبعدوا حنا على الخضار وكنبعدوا على الفواكه سيرتو الخضار في رمضان. بالتالي كننصح انه الواحد سوا كيتريني سوا ما كيترينيش باش يكمل التغذيه ديالو ويستافد، خاصو يدخل ملتي فيتامين او الفيتامينات. انا كنصح بالفيتامين ملتي فيتامين كشكل عام، يعني كيكون شامل لعده فيتامينات، ولكن كفيتامينات بالنسبه لي انايا اللي هما كنستعمل انا اون بيرسون، كنستعمل فيتامين سي وكناخذ بوتاسيوم وكناخذ ملتي فيتامين. هاد ثلاثه الحوايج كنديرهم، كنزيد عليهم حاجه واحده اللي هي بي كومبلكس، مجموعه البي. من غير الملتي فيتامين كاين حاجه اخرى الواحد خاصو ياخذها او يستعملها في رمضان، اللي هي شنو؟ الاملاح. الاملاح كنكونوا حنايا في رمضان كيكون عندنا ناقص فيهم بزاف، بالتالي الواحد من الاحسن انه ياخذ لي كومبليمون مكملات غذائيه فيهم الاملاح المعدنيه. بالنسبه للناس دروك هذا الشيء اللي كنهضروا بالنسبه للعامه، نهضروا دروك هي بالنسبه للناس اللي كيستعملوا المكملات الغذائيه وكثيرين، كنصح من هذا المنبر انه اي واحد كيتريني وباغي ياخذ المكملات الغذائيه او المكمل الغذائي ما ينساش من غير الملتي فيتامين اللي هضرنا والاملاح المعدنيه، اول حاجه اللي هي ليزاسيد امين، احماض امينيه. علاش احماض امينيه؟ كتعاونك اصلا بالنسبه للماكروز ديال البروتين اللي كتكون مدخل في النهار، كتعاونك فيه سورتو انك انت ما كتكونش كامل مكمل ليه الماكروز، اغلبيه ما كتكملوش ماكروز او الحق ديالهم ديال البروتين في النهار، بالتالي من الاحسن انه يدخل ليزاسيد امينيه باش يعاونك. وعلى ذلك البروتين كنهضروا عاوتاني على البروتينات او المكمل الغذائي كبروتين، كننصح الناس اللي كيترينو ونهضر دوكا على الجسم الاجسام نقسمهم، الجسم العضلي او جسم حتى السمين اللي كيتريني وباغي ياخذ بالنسبه للبروتينات ياخذ الواي بروتين. هاد الواي بروتين ممكن ياخذ البروتين الواي بروتين اللي هو كيمتص دغيا، يستعمله قبل او بعد التمرين، سيرتو كنقول كنهضر على هاد الحاله اللي كيتريني من ورا الفطور، من ورا الفطور ممكن انك تدخل الواي اللي كيكون سريع الامتصاص، في حين الواي اللي ممكن انك تستعمله في السحور انا كنصح انه يكون واي بطيء الامتصاص اللي هو الكازيين. علاش؟ لانه هذاك الكازيين كيكون المركبات ديالو شويه كتكون كبيره على المركبات ديال الاول اللي هو سريع الامتصاص، هادشي اللي كيخليه كيبقى في لوكور ما بين 6 حتى 8 سوايع هو في الكور ايمان، ماشي بحال الاول كيكون سريع امتصاص دغيا كتمتصو الجسم. بالنسبه للمكملات اللي كنعاود ننصح بهم زياده انه ياخذ كما قلنا ليزاسيد، حنا قلنا دوك على الواي بالنوعين ديالهم، وما ننساوش انه السيد لا افتراضا ما كانش غياخذ ليزاسيد، من الاحسن ياخذ البي سي ا ا والجليطامين، ما كانش غياخذ ليزاسيد كيعوضهم بالبي سي ا ا والجليطامين. علاش؟ لان هاد البي سي ا ا والجليطامين احماض اساسيه
ولكن الماء ما كينتجهاش في الجسم، بالتالي كتكون انت محتاجها وكتساعدك اصلا على الاستشفاء العضلي، بالتالي كتكون اساسيه. بالنسبه لكما قلنا لهذا الشيء، بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الوهي، الناس اللي باغي يستعمل كمثال الكينا، السيد اللي يكون شويه ضعيف كيقول لك باغي نخدم شويه الكينا، ممكن تخدم بالكينا، ولكن خاصك تكون هذا الجسم اللي كنهضروا عليه هو الناحيه، ماشي يستعملوا لا العضلي لا بالنسبه للسامي، هاد الجوج هادو ممنوع منعا كليا انهم يستعملوا الكينا. علاش؟ لانه اصلا هو الا مشيت انت كنسامي يدخل الكينا يعني بالتالي ما يستافدش، تكون فيها نسبه السكريات ونسبه الكار طالعه، هو ديجا واكل في الاكل ديالو مدخل حقه في الكار، وغنزيدو عاوتاني كار مكمل. من الاحسن الناس اللي تكون ضعاف اللي يخدموا بالكينا، المهم تخدم به يخدم به كما قلنا، يا اما قبل ما مول قبل وبعد لونطريم، قبل وبعد لونطريم كيدخلوا بالماء عن طريق الماء يشرب، كيديروا كيدير فيه الماء وكيشرب. هذا الشيء بالنسبه للمكملات الغذائيه. مكملات غذائيه ملي كنهضر بحال هكا نتفكر فكرت واحد السيد صديق ديالي هضر معايا كيقول لي الواي ما هو، قال لي الجولدن. ومن هذا المنبر كنوجه له تحيه، راه هو عارف راسو. المهم نساو هذا الموضوع، نهضروا على المنشطات. بالنسبه للمنشطات اللي كيستعمل المنشطات من هذا المنبر، اخوان اللي كيستعمل المنشطات سبيل الله غنفيدكم بعد، بغيت تستافدوا مرحبا، ما بغيتيش ما عنديش اي مشكل، ما انا غنفيدك. من الاحسن انه هذه الفتره ديال رمضان اللي عطانا الله سبحانه وتعالى باش تنقوا الجسم ديالنا من الداخل، تحاول مما امكن ديرها بزيتي او راحه بالعربيه تاع العربي، ريح الكور ديالك من هذيك الهرمونات اللي كتدخل من برا، باش تخلي اصلا الكور ديالك يرتاح والهرمونات ديالك تتعدل وتقل. علاش؟ لانه في هذه المرحله بالذات في رمضان كتكون كتحيد السموم سورتو من الكبد، السموم اللي حيدت من الكبد راه باذن الله الكريم غترجع الكبد ديالك العمل ديالها كيف كانت في الاول. وما كنصحش انك تستعمل الهرمونات او الدوباج في هذا الوقيت، انا كنصح انه الواحد يبعد عن الدوباج في رمضان. علاش؟ لانه اصلا الدوباج ملي كتدخلو عن او الهرمون اللي كتدخلها اش كدير العمل ديال الاساس شنو هو؟ انه كتبحث على البروتين في مكان كتدخلو العضله، في مكان كتدخلو العضله يعني ما بين الاعمال ديالها او ما بين الحوايج الاساسيين اللي كديرهم الدوباج. انت ملي كتجي كتدخل داك البروتين اصلا في رمضان تكون نسبه البروتين كتكون قليله، غتعاود ملي غتدخلها تدخل كمثال هذيك الدوباج كتقلب على البروتين باش تدخلو، ملي غتجي البروتين ما لقيتوش كتولي العضله الكبيره كتولي تاخذ كدي تروي العضله الصغيره باش تجيب داك البروتين، يعني بالتالي كتولي في البناء في باش دير البناء العضلي. ما ننساوش انه كاين عاوتاني هذا العضلي سيرتو في الشهر الكامل، يعني كتولي اوليو باش دير البناء العضلي كدير هذا العضلي. هذه الناحيه. ثاني حاجه انه اصلا ملي كتدخل انت كمثال هذاك الستيرويد اصلا هو عنده مؤثرات في الايام العاديه، كاين الستيرويد اللي كيأثروا كمثال بالنسبه للتستوستيرون، كاين لي ستيرويد اللي كيأثروا بالنسبه للكبد، كاين اللي كيأثروا تاع الكلى. باش نهضروا حنا دروك نكونوا متفقين انه سيغتو الكبد والكلى في هذو القيادات اللي كيأثروا الستيرويد في الرمضان، هادشي اللي كيخلي مثلا ما كنصحش انه تستعملش انه الواحد يستعمل الدوباج في هذا الشهر كامل. استعمل المكملات وخدم الماكله، اول حاجه الماكله وتريني اقل حاجه باش تخرج يعني باقل خسائر في هذا الشهر الكريم، مرورها باذن الله الكريم الا كان عندك ديك الفكره راه تقضي الغرض. وكيف ما قلنا احسن حاجه كما قلنا انه في هذا الشهر الكريم تحاول ترتاح فيه، هادشي اللي قلنا. وننصح من هذا المنبر الاخوان اللي غيستعملوا المكملات الغذائيه بالاضافه ماشي بحال الناس العاديين، كنحاول مما يمكن نستافد من السوائل سيرتو الماء، نحاول مما يمكن فلونطريمون نشرب، قبل لونطريمون نشرب، من ورا لونطريمون نشرب. الماء راه هو نسبه كبيره في الكور غاديه 70%، عندك تنسى 70%،
يعني انت كتحتاج الماء، الاجهزه اللي عندك الداخليه كتحتاج الماء، العضلات ديالك ماشي بحالك بحال الناس العاديين. ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا استفدتوا من هذا الفلوغ ومن هذا المنبر. ندعوكم باش انكم ديروا جيم سبسكرايب وتبارطاجوا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم دعم الفائده. اخوكم في الله ومحبكم في الله احسن مساس. رمضان كريم وحياكم الله.